السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفاعة المرتجاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله عن القرآن الكريم وكيفية حفظه وطرق السليمة لحفظه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في معرفة موضوع الحلقة وهو القرآن. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هناك بعض العلماء زادوا على هذا التعريف بأنه الموجود بين دفتي المصحف. ننتقل بعد ذلك إلى فضل القرآن وأهل القرآن. هناك أحاديث وآيات كثيرة في فضل القرآن وأهل القرآن وما خصهم الله به من النعيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك تشريف للقرآن الكريم بأنه منزه عن باقي الكتب السماوية التي حرفت، فإنه لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك في أنه من الله تبارك وتعالى، وأنه نزل من عند الله هدى لمين؟ للمتقين. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في فضل القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذي يكفر بالقرآن فهو إيه؟ هو الخاسر. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن فيه بشارة للمؤمنين بالأجر الكبير. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن شفاء ورحمة مش لأي حد، للمؤمنين، أما الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة، خسرانا في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا من عبادنا. مش أي حد ربنا بيورثه الكتاب، لأ، عباد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل هذا الكتاب. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما هو الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن.
ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمسك، ولم يقل الله تبارك وتعالى تمسك، لا استمسك للشدة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سبحان من شرفنا بهذا القرآن وجعله لنا ذكرا. أما عن الأحاديث التي تتكلم عن فضل القرآن الكريم وفضل أهله، يقول عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية في هذه الأمة لمين؟ لمن تعلم هذا القرآن وعلمه لغيره، ونقل هذا العلم الذي تعلمه إلى غيره. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه. هناك روايتين عن هشام قال فيها: وهو شديد عليه. والرواية الأخرى عن شعبة: وهو عليه شاق. يعني هشام روى الحديث بأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شديد عليه. دي رواية هشام. أما رواية شعبة: وهو عليه شاق فله أجران. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. أيوة بالضبط كده يا أستاذة سالي، الأحاديث كلها صحيحة بإذن الله ومتفق عليها ما بين الرواة. فهي جاء الحديث على روايتين، رواية عن طريق هاشم ورواية عن طريق شعبة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه. القرآن يشفع للناس يوم القيامة. تخيلوا يوم القيامة ويوم الحشر العظيم، الكل يفر من الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. من سيشفع للعبد يوم القيامة؟ يأتي القرآن شافعا لأصحابه يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. متخيلين الشخص لا يقرأ القرآن ولا يحفظ شيئا من القرآن، فمثله كمثل البيت الخرب. البيت الخرب المهجور من أهله، مظلم، مليء بالأتربة، مليء بالحشرات. فهذا مثال تمثيل بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يحفظ في جوفه شيئا من القرآن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يا سبحان الله، متخيلين هذا الموقف؟ الناس كلها يعني في يوم القيامة في كرب شديد، وصاحب القرآن حامل القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فيبدأ يرتل كما كان يرتل في الدنيا القرآن، وكلما يقرأ آية يرتفع منزلة في الجنة. ده جزء تمهيدي في البداية يا أستاذة عاشقة الفردوس، وبإذن الله هنبدأ في تفاصيل المحاضرة بعد الجزء ده.
عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فده نوع من أنواع البر بالوالدين، اللي عايز يبر والديه يحفظ القرآن، سيلبسهما يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. متخيلين القرآن من بين دفتيه، كل حرف من حروفه حسنة، والحسنة عند الله تبارك وتعالى بكام؟ بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيلوا احنا لما قرأنا دلوقتي 3 حروف كل حرف ب10 حسنات، 30 حسنة، فما بالكم باللي يقرأ بقى جزء ولا اللي بيقرأ أكثر من ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اللي عايز ياخد ضمان من الله تبارك وتعالى بأن لا يعذبه الله يوم القيامة يقرأ القرآن ويعي القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. نأتي بقى للسؤال المهم: لماذا تريد حفظ القرآن؟ أكيد دلوقتي احنا بعد ما عرفنا فضائل القرآن وفضائل أهل القرآن متشوقين لنحفظ القرآن. لماذا تريد حفظ القرآن؟ سؤال نسأله لنفسنا، عايزين نجدد النية، احنا ليه عايزين نحفظ القرآن؟ انا عايز احفظ القرآن علشان يقال عني حافظ، او ان انا اتباهى بين الناس واخذ منزلة بين الناس في حفظ القرآن، ولا بحفظ القرآن لأسباب تانية؟ الارتقاء إلى الفردوس الأعلى، جميل. إيه كمان؟ لأكون مع السفرة الكرام البررة، ممتاز. القرآن سعادة في الدنيا والآخرة، جميل جدا ما شاء الله. علشان أكون إنسان فعلا، لألبس والدي تاج الكرامة، أدخل والدي الجنة، ليكون شافع لي. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعض النوايا. طبعا الحديث المعروف عن أبي حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبل أي عمل أبدأه في حياتي، سواء كان هذا العمل عمل ديني أو عمل دنيوي، لازم أجدد النية، وكلما كان العمل ده أكثر من نية كلما تضاعفت حسناتي وأجري على هذا العمل بقدر النوايا. فما بالكم إذا كان هذا العمل هو حفظ القرآن؟ جميل. أحد العلماء يقول: من ظن أنه مخلصا في عمله فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. اللي يوصل للمنزلة إن هو يحس فعلا إن هو بقى خلاص مخلص، لا معلش الإخلاص بتاعك ده محتاج إخلاص تاني فوق، ما هوش ده الإخلاص. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ده هم بيعملوا العمل ويتموه على الوجه الذي يليق به ويجددوا فيه النوايا، وبعد الانتهاء يحملون الهم: هل قبل هذا العمل أم لم يقبل؟ هل كانت النية سليمة أم لم تكن سليمة؟ فهذا هو المؤمن الصادق في نيته بإذن الله. فنبدأ كده على بركة الله، نأخذ بعض النوايا. أول نية: أحب أن أحفظ القرآن لأكون من أهل الله وخاصته. طيب
عايز احفظ القرآن ليه كمان؟ لأن القرب الذي وعى القرآن لا يعذبه الله، أنا مش عايز ربنا يعذبني يوم القيامة. أحب أن أحفظ القرآن ليكون شفيعا لي يوم القيامة وفي القبر. أحب أن أحفظ القرآن لكي ألبس والداي تاج الكرامة يوم القيامة. أحب أن أحفظ القرآن كاملا حتى أصل إلى أعلى درجة من درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل. أحب أن أحفظ القرآن ليكون شفاء لي من كل داء. أحب أن أحفظ القرآن حتى يكون عونا لي على قيام الليل. في ناس كتير بتشتكي إن هي مش عارفة تقوم الليل لأنها لا تحفظ كثير من القرآن، فلما أحفظ القرآن ده هيعينني على إيه؟ على قيام الليل. آخر حاجة ممكن إحنا نحطها إني أحب أن أحفظ القرآن لأكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أفضل الذكر هو القرآن، فتخيلوا حافظ القرآن دائما ما يقرأ القرآن سواء غيبا في مراجعته أو من المصحف ليقرأ ورده، فهو دائم الذكر لله بإيه؟ بالقرآن الكريم، فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم واحد دلوقتي من الموجودين بقى حلم حفظ القرآن هو حلمه العظيم وحلمه الكبير اللي نفسه يحققه؟ يا ريت اللي فعلا الحلم ده قوي جدا عنده يكتب واحد تمام. ما شاء الله. طيب عايزين نسأل بقى نفسنا سؤال، طالما ان الموضوع ده حلم في حياتنا وهو مشروع تخرجنا من الدنيا، احنا دايما طلبة في بكالوريوس او في الليسانس بيكونوا عندهم ايه؟ مشروع التخرج، مش كده؟ طب احنا مشروع تخرجنا من الدنيا ايه؟ عايزين مشروع كده كبير يعني يجيب لنا الامتياز ان شاء الله. عايزين المشروع بتاعنا ده يكون هو حفظ القرآن الكريم. طيب عايزين كده كل واحد يجيب ورقة وقلم ويكتب كده ببساطة مع نفسه ايه هي العوائق التي تمنعك من حفظ القرآن الكريم، ايه الاسباب او ايه العوامل اللي بتمنعك او بتمنعك عن حفظ القرآن الكريم. لا مع نفسك، ما تكتبيش هنا على الصفحة، محدش يكتب هنا على الصفحة يا جماعة، ما حدش يكتب في الشات، اكتبوا في ورقة خارجية. اديكم كده دقيقة، كل واحد مع نفسه يبدأ يفكر ويكتب أهم العوائق التي تمنعك من حفظ القرآن الكريم. تمام خلصنا. طيب ايه اللي مطلوب مننا دلوقتي بعد ما فرغنا كل العوامل والعوائق اللي بتمنعنا من حفظ القرآن؟ كل واحد يبص في الورقة دي ويمزقها يقطعها بقى. خلاص احنا خرجنا العوائق دي من دماغنا، حطيناها في الورقة، هنقطع الورقة دي وهندخل في دماغنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ربنا يسره علينا فهو يسير، ولا يوجد أي سبب
بعون الله سيعيقنا عن حفظه ويجعله مشروعنا للتخرج من الدنيا. اللهم آمين يا رب. طيب، نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي الأفكار الأوتوماتيكية. إيه موضوع الأفكار الأوتوماتيكية ده؟ هناخد كده مثال على الأفكار الأوتوماتيكية ونشوف إيه موضوع الأفكار الأوتوماتيكية. إحنا بنحفظ القرآن، كده في النص تلاقي واحد جات له فكرة، أنا بطيء في الحفظ، ده القرآن مليء بالآيات الصعبة والمتشابهات، وأنا لسه في سورة البقرة ومش قادر كمان أحفظها. يبقى في النهاية النتيجة إيه؟ أنا مش نافع، مش هقدر أحفظ القرآن الكريم. كلنا بنمر بالأفكار دي، ودلوقتي أكيد مننا اللي قال إيه؟ الموضوع ده كبير عليا، هو مين، هو أنا فين من الناس اللي حفظت القرآن؟ الكلام ده ينفع للناس الشباب، للولاد الصغيرين، لكن أنا أروح فين وسط الناس دي؟ مش بيحصل كده؟ ايه هي الافكار الاوتوماتيكية؟ الافكار الاوتوماتيكية دي افكار سريعة جدا ومؤثرة جدا، واحد يتأثر بيها بسرعة، بتمر على الانسان، كل واحد مننا بتمر عليه الافكار دي، ممكن تؤدي الى الاحباط، او العكس ممكن تؤدي الى زيادة الهمة اذا كانت الافكار دي افكار ايجادية. طب انا دلوقتي وانا بحفظ القرآن خطرت عليا افكار من هذا النوع، يا ترى ممكن اعمل ايه؟ هل هسيب الحلم بتاعي؟ هل هسيب مشروع التخرج اللي انا شغال فيه واستسلم بقى للافكار الاوتوماتيكية دي، ولا اعمل ايه علشان نتغلب على الافكار دي؟ لازم اول حاجة نتعرف على وجودها، انا اعرف هي موجودة فين بالظبط، تمام؟ هي بتتكلم عن ايه؟ عن اي شيء في الافكار في المشروع بتاعي. بعد كده اتعرف على الدليل المؤيد لها، ايه الدليل اللي بيدعم الفكرة دي؟ ما هي لازم اكيد هيكون في حاجة بتدعم الفكرة دي. بعدين الخطوة الثالثة، اتعرف على الدليل المعارض ليها اللي هو بينقض هذه الفكرة، وفي الاخر هوصل الى ايه؟ الى افكار متوازنة بناء على الادلة المتوفرة لدي، وبالتالي يحصل تعديل للفكرة السلبية. ناخد مثال ونعرف ازاي ممكن نتغلب عليه. حاضر، بقولنا علشان نتغلب على الأفكار الأوتوماتيكية، أول خطوة لازم أعرف موجودة فين، في أي نقطة بالضبط من مشروع التخرج بتاعي، من مشروع حفظي للقرآن. النقطة التانية أو الخطوة التانية، لازم أعرف الدليل المؤيد ليها، إيه اللي بيدعم الفكرة دي وبيخليها قوية فعلا ومؤثرة فعلا فيا. الخطوة الثالثة أو النقطة الثالثة، إني أنا أعرف الدليل المعارض ليها، الدليل اللي بينقض هذه الفكرة وبيحبطها تماما. في النهاية خالص هوصل بأفكاري إلى إيه؟ بدل ما هي كانت أفكار سلبية، هوصل بها إلى أفكار متوازنة. طيب، نشوف كده مثال لشخص بيحفظ القرآن وواجهته فكرة من الأفكار الأوتوماتيكية ديت، وإزاي يتصرف فيها. واحد بيقول إيه؟ أنا كنت بحاول الحفظ، فمرت بي آية الطلاق في سورة البقرة،
ولم أستطع حفظ الآية في يوم كامل. قعد اليوم كله يحفظ في الآية دي وما قدرش يحفظها. درجة الإحباط اللي وصل ليها حاليا بسبب الفكرة دي 90%. الأفكار الأوتوماتيكية اللي دارت في دماغه في اللحظة دي، أنت بطيء في الحفظ، القرآن مليء بالآيات الصعبة، أنت ما تقدرش تحفظ القرآن، خلاص كده اتدمر، انتهى مشروعه في حفظ القرآن. طيب دي فكرة خطرت على البال أو خطرت في الدماغ، ايه الدليل اللي بيدعم هذه الفكرة أو بيدل على صحتها؟ ان هو بيقول لنفسه ده هو الكلام ده صح، والدليل على كده ان انا حاولت اكتر من مرة ان انا احفظ آية الطلاق وانا ما قدرتش احفظها، لم استطع ان احفظها، يبقى انا بطيء في الحفظ ونسيت بعض الايات السهلة اللي حفظتها قبل كده. يعني ده مش كمان آية الطلاق اللي في سورة البقرة بس، لا ده كمان في ايات سهلة تانية انا كنت حافظها ونسيتها. طب ده دليل على الصحة يعني، يدمر أي شخص ممكن يتعرض للفكرة دي. طيب إيه الدليل على عدم الصحة للفكرة دي؟ ما أنا لو سبت الفكرة دي موجودة في دماغي واستسلمت ليها، إيه اللي هيحصل؟ إحباط تام وعدم الوصول أو عدم الاستمرار في إكمال الهدف الكبير وهو إيه؟ حفظ القرآن. طب أنا عايز دليل، هبدأ بقى ايه استرجع من الذكريات بتاعتي او التاريخ بتاعي مع حفظ القرآن. هقول مثلا اني انا في بدايات السور زي الايات اللي بتتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام كانت صعبة ومتشابهة، لكن مع الرغم من كده انا ايه انا قدرت احفظها. طب جميل، وايه كمان ممكن انقض بيه الفكرة دي؟ انا حفظت اول تمنين من سورة البقرة في 5 ايام، يعني انا اقدر احفظ اهو، ما هوش انا زي ما كان متخيل عندي ان انا ما اقدرش احفظ. في الاخر هوصل لافكار متوازنة اني انا ايه هوازن ما بين بقى ايه الموضوعين. انا صحيح سريع الحفظ عند الايات السهلة، لكن انا بحتاج لوقت اطول عشان احفظ ايه الآيات الصعبة، يبقى كده أنا وصلت. يعني يا أستاذة رشا، ما حفظتيش مثلا السور القصيرة اللي هي في جزء عامة؟ استحالة مش هيكون حد حفظ يعني الآيات دي أو السور دي. طب ده دليل أصلا إن أنا الذاكرة بتاعتي كويسة وبحفظ وتمام. انا بسألها والله. طيب دلوقتي بعد ما حصل توازن للأفكار، درجة الإحباط بعد ما كانت 90% مرتفعة جدا وصلت إلى إيه؟ إلى 30% بس، يبقى كده حصل توازن ما بين الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية، وده في حد ذاته بيعطي دافع للإنسان إن هو يستمر في مشواره في حفظ القرآن الكريم. بعض العلماء النفس بيقترحوا مجموعة من الطرق اللي هي بتساعد على مقاومة الضغوط والقلق وبتساعد على الشعور بالتحسن، منها ممارسة التمارين الرياضية، ومنها كمان تمارين التنفس وممارسة التأمل. فدي التمارين بتقلل من التوتر وبتلهي فكر الإنسان عن الأفكار السلبية اللي هي بتدمر الذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موضوع ان انا كنت حافظ اول 50 آية من سورة البقرة بس كانوا بيتنسوا بسرعة، النسيان جزء من الذاكرة يا استاذ طارق، يعني لا يمكن هتكون ذاكرة بدون نسيان. تمام، فان شاء الله هنشوف في اواخر المحاضرة ازاي احنا ممكن نحفظ القرآن بطريقة
تثبت القرآن أكثر إن شاء الله. طيب أنا كده ضبطت نفسي، عرفت إزاي ممكن أتغلب على الأفكار السلبية اللي بتواجهني، الأفكار الأوتوماتيكية إزاي ممكن أتغلب على العوائق اللي هي بتعيقني. النقطة اللي بعد كده، أنا مش لوحدي في عايش في الدنيا، لأ ده في ناس عايشة معايا. مين دول؟ انتبه لسارق الأحلام. في ناس هوايتها إن هي تعمل إيه؟ إن هي تجعل من السهل صعب ومن الشيء الممكن شيء مستحيل. يعني الناس سلبيين، يعني زي اللي بيقولوا ايه، لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. يعني انت ملكش هدف او ملكش مشروع بتشتغل فيه ومش سايب الناس في حالها، لا ده كمان بتبعث السموم بتاعتك من خلال كلماتك للناس وبتدمرهم وبتعيقهم عن تحقيق أحلامهم. الكلمة ليها أثر السحر. في ناس للأسف بينظروا للعالم بمنظار أسود، شايفين كل حاجة في حياتهم سودة، مفيش أمل مفيش تفاؤل. وأكيد في أكيد كل واحد مننا يعرف أشخاص بهذا المنظر. طيب الناس اللي زي كده انا ممكن اعمل ايه معاهم؟ ده هم عايشين معايا في حياتي للاسف. الناس دول بيتصيدوا الاخطاء ولا يركزون الا على التفاصيل السلبية الصغيرة، ما بيدورش غير على نقاط الضعف بتاعتك ويبدأ يشتغل عليها والنقاط غير المهمة، وهم بيشتغلوا بالطريقة دي بصورة مستمرة. ممكن تكون سرقة الأحلام بتاعتهم من خلال إشارات سلبية بسيطة، يعني ممكن إيماءة من الوجه كده أو تلميحات سيئة. ممكن تقتل الحماس والإقدام إلى الأبد داخل الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خطورة الكلمة، الناس اللي هي السلبية اللي بتدمر غيرها. أنا عايز أوجه لهم بس الحديث ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. ربنا سبحانه وتعالى يرفع بهذه الكلمة درجات في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ممكن كلمة تدمر إنسان، يا سبحان الله. الكلمة أخطر على الإنسان من وقع السياط، ممكن تكون أخطر من الحكم بالإعدام، لأنها ممكن تدمر إنسان في لحظة. يعني رسالة بوجهها ليا ولنفسكم وليكم، نحذر من هذه الكلمة التي لا نلقي لها بالا، ممكن تكون هي السبب في دمار أشخاص آخرين وتدمير أحلامهم وتدمير ذواتهم. ناخد كده مثال للناس اللي هي السلبية ديت بتعمل ايه. يجي واحد يقولك ايه، انت عندك حلم حقيقي في ان انت تحفظ القرآن الكريم، وعندك همة وحماس. تمام، احنا دلوقتي عرفنا ازاي ممكن نتحكم في افكارنا، ازاي ممكن نشيل العوائق، ازاي ان احنا نكون مليانين بتفاؤل وتوكل على الله تبارك وتعالى. عندنا حماس، عندنا حلم ان احنا نحفظ القرآن. ياتي واحد بقى يقولك ايه، انت يعني بتحفظ القرآن عايز تزود المصاحف نسخة تانية؟ طب ما هي المصاحف موجودة. يروح يا عم شوف لك شغلانة تانية، اهتم بدراستك، اهتم بعملك، اهتم بدعوتك، اهتم بأي حاجة تانية مهمة. يا سبحان الله، في لحظة
كلمات زي كده ممكن تعمل ايه؟ ممكن تدمر شخص، ممكن تطفئ الحماس بتاعه، ممكن تشتت الحلم بتاعه نهائي للأبد، ممكن تخليه والعياذ بالله يكره القرآن. في ناس كده فعلا هوايتها ان هي تدمر غيرها. نحرص كل الحرص من ايه؟ سارق الأحلام. لو احنا كنا فعلا عايزين والله يا أستاذة عاشقة، يعني مهما الواحد كبر برضو تأثير الكلمة بيكون قوي جدا، وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لسه قايلة الحديث من شوية. طيب خلاص احنا كده تخلصنا من كل المعيقات، سواء معيقات داخلية أو معيقات خارجية. نبدأ بقى نشوف ايه الأسباب المعينة على حفظ القرآن. تمام يا أستاذ عبد الله، احنا إنسان، كل واحد فينا إنسان ليه شخصية يقدر يصنف الكلام. أنا عرفت إن الشخص اللي قدامي ده شخص سلبي، مش بيتكلم غير بأفكار سلبية ورسائل سلبية وكلام يدمر، خلاص أنا مسمعش له وأبتعد عنه تماما، مأخدش منه أي رسالة سلبية ممكن تأثر علي في طريق حفظي للقرآن الكريم. الأسباب المعينة على حفظ القرآن، أول شيء التوكل على الله تبارك وتعالى. طبعا الله تبارك وتعالى هذا كتابه وهذا كلامه، فلا معين عليه وعلى حفظه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه. ثانيا النية الخالصة، لسه قايلين من شوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مفتاح القبول والتيسير هو إخلاص القصد لله عز وجل. كل ما كانت النية بتاعتي خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا أريد بها رياء ولا أريد بها سمعة، كان العمل مقبولا عند الله ميسرا من عنده سبحانه وتعالى، أحصل به على الأجر في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ومن علامات النية الخالصة أن ربنا سبحانه وتعالى بيسهل ويعين المرء على هذا العمل الذي خلصت فيه النية. ثالثا السيرة الصالحة. ايه موضوع السيرة الصالحة؟ بتتلخص في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن النور علم ونور الله لا يؤتاه عاصي. وفي الأثر لابن مسعود رضي الله عنه، إن الرجل لا يحرم العلم بالذنب يصيبه، التقوى تقوى الله والعمل بطاعته تؤدي إلى إيه؟ إلى إشراقة القلب وتوقد الذهن، تلاقي القلب كده مشرق، يعي القرآن، يفهم معانيه، مقبل على القرآن، الذهن متوقد، عنده ذاكرة صافية، الذهن صافي. لكن المعصية بتعمل ايه؟ بتطفئ نور القلب والعياذ بالله، يصبح القلب يعني ضنين ما يشتاق الى القرآن. وايه كمان؟ في يحدث في العقل تبلد، سبحان الله، يحس ان هو كل ما يفتح المصحف وعايز يقرأ وعايز يحفظ مفيش، ما مش قادر يستوعب، مش قادر يحفظ. وبالمعاصي ايضا يحرم العبد ايه؟ التوفيق. ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يوفقه اصلا لحفظ القرآن بسبب ايه؟ وقوعه في المعاصي. السبب الرابع او المعين الرابع على حفظ القرآن
موضوع الحجاب ده موضوع منتهي يعني. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جاء في تفسير هذه الآية أنه الحجاب، فده أمر صريح في القرآن الكريم لا يوجد فيه جدال، سبحان الله. رابع نقطة في طريق حفظنا للقرآن الكريم وفيها الأسباب المعينة على حفظه هو العزيمة الصادقة. أنا عايز أحفظ القرآن، يبقى أنا لازم تكون عندي عزم وهمة صادقة لله تبارك وتعالى. في إنسان كده يبدأ يحلم زي ما بيقولوا علماء النفس، تبقى أحلام اليقظة، أنا نفسي أحفظ القرآن، طب وساكت مش بيعمل حاجة، مش بيتحرك، مش بيخطط. فالإنسان اللي بيعتريه الوهن ويعترضه الخور ويغلب على حياته الهزل ويميل إلى الكسل، فده إنسان لا يعول عليه، ده لا يمكن هيقدر يحقق حاجة في حياته. إنسان بهذه الصفات إزاي ممكن يتوقع منه إن هو يحقق هدف، ممكن يحقق حلم؟ فلا يظن أنه يصل إلى إيه؟ إلى النتيجة المرجوة في حفظ كتاب الله عز وجل. إن حفظ القرآن يحتاج إلى أن يشمر العبد عن ساعد العزم، ولا بد أن يقلل من أمور الراحة، فيخفف من نومه ويزيد من عمله ويكثر من قراءته وأمور أخرى كثيرة من هذا القبيل تزيد من الهمة والعزيمة الصادقة القوية. ومن دلائل العزيمة الصادقة القوية إنه مش مع أول عارض أو مش مع أول عقبة من العقبات التي تواجهه في طريق تحقيقه للحلم إن هو يستسلم. ناس كتير بتواجهها ابتلاءات، بتواجهها مصائب، بتواجهها صعوبات في حياته، ممكن تكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى لتمحيص النية، هل هذه النية فعلا صادقة لله عز وجل؟ في ناس مع أول ابتلاء يحصل إيه؟ لا خلاص أنا مش قادر، أنا مش هعرف، ينهي الموضوع، يبقى ده إنسان عزيمته غير إيه؟ غير صادقة. يبقى المفروض إن أنا مش مع أول عقبة أو مش مع أول أزمة، مش مع أول عارض يواجهني في طريقي، إن أنا أتوقف وأستسلم عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. المعين الخامس هو الطريقة الصائبة. إيه الطريقة الصائبة؟ إحنا دلوقتي كلنا متشوقين ومتحمسين عشان إيه؟ نحفظ القرآن. في ناس تدفعها الحماسة والشوق إن هو يبدأ بداية غير صحيحة. يعني مثلا يعمل إيه؟ يبدأ يحفظ سورة من هنا وسورة من هنا وجزء منفرد من هنا أو آيات من السورة ديت وآيات من السورة ديت، وهو في الآخر عايز يوصل لإيه؟ عايز يوصل لحفظ القرآن الكريم. فبنقول له معلش، أنت بدأت بداية غير صحيحة، البداية ديت بعد كده هتخليك توصل للعجز والكسل، لأن أنت هتتصدم في النهاية إن أنت ما قدرتش تستمر. العمل كل ما كان منظم وكل ما كانت الطريقة صائبة، كل ما كان إيه؟ النتيجة أسرع و أكثر دقة وإتقان. هنقول إن شاء الله يا أستاذة هايدي. سادسا، الاستمرارية المنتجة. إيه موضوع الاستمرارية المنتجة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. يعني أنا ممكن أكون كل يوم بحفظ مثلا آية أو 5 آيات ومستمرة، وعلى نهاية مثلا الشهر أو نهاية الأسبوع حفظت حزب أو حفظت ربع، فأنا كده أنتجت ومستمرة في طريقي. ده أفضل من إن أنا مثلا لو حفظت ربع مثلا في اليوم
وجيت بعد يومين وقفت ما كملتش. لا، هنقول له معلش قليل دائم خير من كثير منقطع. لو احنا اتبعنا الخطوات الستة دول المعينات على حفظ القرآن، بإذن الله هنحقق الهدف ونوصل إلى نهاية تحقيق الحلم، وهو حفظ القرآن الكريم. طيب، نعم، السيرة الصالحة مالها؟ طيب، على ما تكتبي سؤالك نكمل. في ناس بتشتكي ان هي مش عارفة تلاقي وقت عشان تحفظ القرآن، او مش عارفة تنظم وقتها، او ان هي مثلا ممكن توفر وقت بس مش بتحس ان هي بتقدر تنتج في الوقت ده. فاحنا هنقول افضل وقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: بورك لأمتي في بكورها. أفضل وقت للحفظ هو الإبكار. الإبكار ده إمتى؟ يمتد من وقت السحر تقريبا إلى ما بعد صلاة الفجر. الوقت ده بيكون التركيز الذهني عالي جدا، العقل لسه نشيط، لم يمتلئ بأفكار أو أحداث من أحداث اليوم، لم يتعرض للإجهاد. الوقت ده بيكون سهل جدا إن الإنسان ممكن يبدأ يحفظ القرآن. لكن مش هو ده الوقت الوحيد. المفروض ان احنا كناس عايزين نحفظ القرآن لازم نكون محددين وقت يوميا، وقت مقدس، ساعة ذهبية، يكون انا عارف نفسي في الوقت ده تركيزي عالي جدا، ممكن انتج في بسرعة او انجز، يعني ان انا اخد كمية مثلا كبيرة في وقت قليل بإتقان بتركيز. ممكن تكون الساعة ديت أخصصها في أي وقت أنت شاء، المهم إن أنا إيه أخصص ساعة. لازم أكون مخصص ساعة على الأقل يوميا لحفظ القرآن الكريم. في لطيفة نفسية من علماء النفس بيقولوا إيه، إن آخر 45 دقيقة قبل ما ننام دي من أهم الساعات والدقائق في حياتك. في ناس بتحب ان هي تخلي وقت الحفظ ما بين المغرب والعشاء، في ناس بتخلي ساعة الحفظ قبل النوم، وده بيأكده علماء النفس. طب ايه السبب في كده؟ السبب ان العقل الباطن بيبدأ يشتغل بما كان الانسان قد شغل نفسه فيه اخر 45 دقيقة قبل ما ننام. احنا رجعنا مثلا زي ما بتقول استاذة رشا، رجعنا حفظ قديم او بنحفظ حفظ جديد ونمنا بعد ذلك مباشرة، اللي بيحصل ان العقل الباطن انا نايم بيبدأ يشتغل على ايه، على المعلومات اللي انا دخلتها له، الايات القرآنية اللي انا بدأت شغلت نفسي فيها قبل النوم، وبالتالي بيكون فيها، يعني اذا كنت انا ببذل جهد قليل، إذا كنت ببذل جهد كبير في الحفظ في أي وقت تاني، ففي الساعة ديت أنا ونايمة ومستريحة العقل الباطن هو شغال بيثبت المعلومات اللي أنا أخدتها. طيب، في ناس بتقول إن أنا إيه ذاكرتي ضعيفة وإن أنا بنسى بسرعة وإن أنا يعني ما بعرفش أحفظ بسبب الموضوع ده. طيب، قبل ما نبدأ نتكلم عن علاقة الذاكرة بحفظ القرآن، أو إزاي أنا ممكن أساعد الذاكرة، أو إني أنا أتعامل مع ذاكرتي بشكل سليم عشان أحفظ القرآن بشكل سليم، لازم نبدأ نذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، أن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا على باقي خلقه بأن إيه؟ بأن أعطانا العقل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بهذا العقل،
وميزنا به عن سائر خلقه. سبحان الله، كان في برنامج في قرآن في رمضان يتكلم عن موضوع حفظ القرآن وأهل القرآن وطرق القرآن، فعرض فيه الشيخ نموذج لإنسان يعني فعلا، يعني مش عايزة أقول إنه ممكن نقول إن هو قدراته العقلية محدودة، أو زي ما الناس بيسموه اسم البرنامج مسافر مع القرآن للشيخ فهد. الإنسان ده يعني قدراته العقلية، ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده، خلقه عنده نوع من القصور في القدرات العقلية، أو زي ما بتقول أستاذة رشا، من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هو حتى لا يدرك 1 + 1 يساوي كام. يعني سبحان الله، وربنا من عليه وأكرمه بحفظ القرآن الكريم. فبعد هذا النموذج يعني المفروض ان انا ما اتكلمش ولا اي كلمة تانية. يعني سبحان الله، هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كمان. طيب، ده نموذج. في نماذج تانية لأطفال صغار يعني لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك نراهم ايه، يحفظون القرآن. طيب، هتقول ان دول مثلا الذاكرة بتاعتهم قوية. طب نشوف نماذج لأمثلة تانية، ناس وصلت للـ60 من العمر، يعني خلاص الذاكرة عفى عليها الزمن، يعني أمثالهم بيكون عندهم زهايمر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بحفظ القرآن. تمام، أنا أعرف شخصيا إنسانة عزيزة على قلبي جدا، تبلغ من العمر شيء و60 من الأعوام، ومع ذلك ربنا أكرمها بحفظ القرآن. فعلا أنا بحس إني أنا اللي عجوزة قدامها، مش هي اللي عجوزة. يعني ربنا يبارك يا رب في عمرها، ويثبتها ويرزقها كل ما تتمنى من القرآن وفضل القرآن. طيب، علشان يكون كلامنا برضو كلام علمي، عايزين نتعرف على الذاكرة وعلاقتها بحفظ القرآن، وإزاي نتعامل مع الذاكرة بطريقة سليمة. على فكرة، حفظ القرآن في 10 أشهر فقط. مبادئ هامة في الذاكرة. أول حاجة، لازم ممارسة المعلومات على نحو متكرر. في ناس بتحفظ وبتترك القرآن، تمام، فالقرآن بيتفلت منها، وبالتالي معلش انت ما احترمتش الذاكرة بتاعتك. الذاكرة محتاجة ان انا امارس المعلومات دي بطريقة ايه، متكررة. لازم نحترم قدرات الذاكرة. الحاجة التانية او المبدأ التاني، يجب دمج المعلومات المراد تذكرها على نحو جيد بالذاكرة. لازم ادمج الايات واربطها مع بعضها واعطي لها معنى، وده بيؤدي الى ايه، الى ركوز هذه الايات في الذاكره. سبحان الله، كانت شيختي الاولى عندما كنت اجلس امامها وتحفظنا القران، كانت تبدا بتفسير الايات وتعطينا معاني الايات. لا، لسه موضوع الخرائط الذهنيه استاذه رشا، بتعطينا معاني الآيات وتربط لنا الموضوع بالتفسير وأقوال العلماء وأسباب النزول. سبحان الله، ما حفظته على يديها ما زال ثابتا راسخا في الذاكرة بفضل الله، بسبب إن هي إيه، ادتنا المعلومة مرتبطة بالمعنى. المبدأ الثالث، استخدام الأدوات والوسائل الفعالة في تخزين المعلومات واسترجاعها. يعني ايه الكلام ده؟ في ناس بصريين، وفي ناس سمعيين، وفي ناس حسيين، حسب ما بيقسموهم العلماء. الناس البصريين كل ما كان بيرتبط نظرهم بالآيات أكتر، برسم المصحف، ممكن تلاقيهم بيخططوا بالأقلام الفسفورية، بيحطوا مثلا خطوط تحت أجزاء معينة.
من الآيات. هما كده بيساعدوا على إيه؟ بيساعدوا في تخزين المعلومات أكتر واسترجاعها. طب الناس السمعيين تلاقيهم مثلا بيسمعوا الأول من التسجيلات المشايخ، بيرددوا القرآن أو بيرددوا حفظهم بصوت عالي، أو بيرددوا الورد الذي يريد أن يحفظونه بصوت عالي. في ناس برضو بترتبط بالمكان، وفي ناس بترتبط بالزمان. في ناس مثلا تقول أنا لما كنت قاعد في الحتة الفلانية أنا فاكر إن أنا حفظت الآية دي، فبيربط ما بين المكان والحفظ بتاعه. أيا كان الإنسان سواء سمعي أو بصري أو حسي، بيبدأ يربط الآيات بأدوات ووسائل تساعده على تخزين المعلومات، وكمان تساعده على استرجاعها فيما بعد. طيب ايه المعينات اللي انا ممكن اعين بيها الذاكرة بتاعتي؟ احنا عرفنا دلوقتي 3 مبادئ مهمين جدا علشان اعرف اتعامل مع الذاكرة. طب ايه هي المعينات؟ المعينات ان انا اول حاجة عندي طريقة الخرائط الذهنية. طريقة الخرائط الذهنية اكيد كلنا سمعنا عنها. الطريقة التانية طريقة الكلمة المفتاح. الطريقة التالتة طريقة الربط. هنحاول نستخدم ال3 طرق مع بعض. لو ناخد أول مثال طريقة الخرائط الذهنية، أدي عندي خريطة لسورة الكهف، بنلاقي إن أول 8 آيات بتتكلم عن مقدمة، بتتكلم عن القرآن الكريم، بعد كده بتتكلم عن 4 فتن في السورة. الفتنة الأولى هي فتنة الدين وبتتمثل في قصة أصحاب الكهف. الفتنة الثانية فتنة المال وبتتمثل في قصة صاحب الجنتين. الفتنة الثالثة فتنة العلم بتتمثل في قصة سيدنا موسى والخضر. الفتنة الرابعة بتتمثل في فتنة السلطة وهي قصة ذي القرنين. ما بين ال4 قصص أو ال4 فتن بنلاقي محرك الفتن وهو إبليس. وفي في النهاية ختام السورة وتعقيب على الأحداث التي مرت بها. بعد كده عندي الطريقة التانية هي طريقة الكلمة المفتاح. ايه موضوع طريقة الكلمة المفتاح؟ أنا مثلا عملت خريطة ذهنية لأول 20 آية في سورة البقرة. الفكرة الرئيسية للخريطة الذهنية ديت هي أصناف الناس في العبادة. السورة نفسها بتتكلم عن العبادة وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ده محور السورة الرئيسي. عملت خريطة ذهنية لأول 20 آية في سورة البقرة. أنا عندي أول 5 آيات المفتاح بتاعهم هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المؤمنين. يبقى كده أنا عملت إيه؟ مفتاح لل5 آيات الأولانيين. بعد كده الآيتين اللي بعدهم بيتكلموا عن الكافرون، وأنا كده عملت مفتاح للآيتين اللي بعدهم. بعدين عندي من 8 ل20 الآيات بتتكلم عن المنافقون، يبقى كده أنا عملت مفتاح. يبقى كده أنا حطيت إيه؟ مفاتيح للآيات مع الخريطة الذهنية. طيب الطريقة الثالثة هي طريقة الربط. لو احنا أخذنا مثال للطريقة دي، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لو احنا أخذنا البالنا نهاية الآية 14 والآية 15، بنلاقي عندنا مستهزئون أهي متلونة بالأحمر، وبعد كده جه الفعل في الآية اللي بعدها يستهزئ. فإحنا ممكن نربط ما بين الآيتين أو بين ختام الآية الأولى وبداية الآية الثانية بإيه؟ بإن ده مستهزئون جه وراها إيه؟ الفعل يستهزئ. وفي أمثلة كتيرة في القرآن على هذا النحو. أمثلة عملية من الواقع. يعني احنا قلنا ان في وصف المحاضرة ان ما هياش وصفة سحرية انا هنقول لهم كلمتين ونطلع حافظين القرآن ما شاء الله. لا، دي طريقة يعني انا استفدت فيها بيها من خبرات العلماء، خبرات المشايخ، من الخبرات الخاصة بتاعتي في تحفيظ الناس. ففي مثلا الوجه 8
في سورة البقرة، الوجه ده بنات كتير من طالباتي بيتلخبطوا فيه، فاحنا قسمناها ازاي؟ وإذ وإذ وإذ، تلاتة وإذ، وبعد كده ثم، بعد كده تلاتة وإذ، بعد كده ثم، وفي ختام الوجه ايه؟ وظللنا. كده انا عملت ايه؟ عملت رابط للوجه كله بطريقة بسيطة جدا، ممكن متتلخبطش فيها بعد كده. كانت في واحدة من طالباتي بتخطئ وتقرأ، عندما كانت تقرأ علي تقول ايه؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم تقرأ بعدها قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أقول لها انتبهي، انت في آية وقعتيها في النص. أبدأ ايه؟ أقول لها طيب خدي بالك، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، يعني ايه؟ ماتوا. تمام، من المنطقي ان ناس ميتين ينزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى وهو اكل وشرب؟ تقول لي لا. قلت لها يبقى المفروض في النص يبقى الايه كانت تتكلم عن ايه. تبدا تفتكر بقى ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربطت كده انهم ماتوا، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى احياهم، ثم بعدما احياهم انزل عليهم المن والسلوى فضلا من الله تبارك وتعالى لهم، وبكده هي عمرها ما هتنسى وتبدأ تغلط الغلطة دي تاني. طيب احنا اتكلمنا كلام كتير من الصبح، عايزين نعرف طريقة لحفظ القرآن. اول في طرق كتيرة جدا لحفظ القرآن، يعني بحثت عن الطرق لقيت يعني فوق 25 طريقة، يعني كتير جدا. في منهم طرق تقليدية بتعتمد على الحفظ، على التكرار، ان انا اكرر الايات، وفي طرق تانية طرق ابداعية. بتعتمد على ايه؟ على القواعد والعوامل اللي احنا هنتكلم عنها. من الطرق المهمة جدا الطرق الطريقة للدكتور يحيى الغوثاني، وهي طريقة التاءات العشر. الباوربوينت يا جماعة ظاهر؟ تمام، اللي مش ظاهر عنده الباوربوينت يا ريت يعمل ريفرش للصفحة، ان شاء الله هيظهر. ايه موضوع التاءات العشر؟ عشر قواعد مهمة في الطريقة. تبدأ بحرف التاء، بتساعد بإذن الله على إيه؟ حفظ القرآن. هنتكلم عنها إن شاء الله لما يجي وقتها يا أستاذة عاشقات الفردوس. أول تاء من التاءات العشرة وهي التهيئة، التخيل، التدخين، التركيز، التنفس، التنغيم، الترابط، التكرار، التثبيت والمراجعة، التوكل على الله. طيب للأمانة الباوربوينت ده اللي بيعرض التاءات العشر ده من إعداد أستاذ رشيد الجزائري وليس من إعدادي، فده من باب الأمانة ومن باب النقل عن الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل وليس صعب. نبدأ بأول تاء من التاءات العشرة وهي التهيئة. إيه موضوع التهيئة؟ علماء النفس بيقولوا إن أنا لازم أهيئ خلايا المخ لاستقبال المعلومات. يعني يمكن لو في حد هنا من المدرسين، أنا مدرسة، كان يقولوا لنا دايما إيه؟ المدرس الناجح هو اللي يعمل تهيئة مناسبة وصحيحة للدرس بتاعه، بحيث ان هو يهيئ الطلبة بتوعه ان هما يبدأوا يستقبلوا المعلومات جديدة. ده هما بياخدوا في اليوم عربي وانجليزي وحساب ودراسات وعلوم، فانا لو ما كنتش اعمل تهيئة جديدة بحيث ان انا نشط الخلايا المخ عشان يبدأوا يتقبلوا مني معلومات جديدة، مش هيستوعبوا معايا حاجة. فانا قبل ما احفظ القرآن لازم اعمل ايه؟ اعمل تهيئة.
انشط بيها خلايا المخ، اهيئ خلايا المخ لاستقبال المعلومات، لان انا لو ما عملتش كده ممكن يحصل ايه؟ ممكن تحصل ان الخلايا بتاعة المخ تنكمش متستقبلش اي معلومة. طيب هعمل ايه في التهيئة؟ اول خطوة احدد ما اريد حفظه. انا مثلا النهاردة هحفظ الوجه 27 من القرآن، كده انا حددت انا هحفظ ايه. طيب الخطوة الثانية، اهيئ نفسك من الليل. هقرأ مثلا الآيات، هدور مثلا على التفسير، ادور مثلا على اللمسات البيانية في الوجه ده. برمج نفسك، انا خلاص بكرة ان شاء الله الساعة 4 مثلا هبدأ، 4 الفجر هبدأ انا اظبط وقتي وان شاء الله ابدأ احفظ الوجه ده في الوقت ده. بعد كده النقطة الرابعة، اختار المصحف المحبب لديك اللي انا برتاح له. كل واحد ليه مصحفه كده حبيبه، لما بيفتحه كده صدره بينشرح، ممكن يكون كلامه مريح للعين. ما اجيبش مثلا مصحف من مصاحف الجيب الصغيرة وانا نظري ضعيف ومعرفش اقرا فيه، يبقى كده انا على محفظ عيني هتوجعني وهتعب وفي الاخر ممكن اسيب الموضوع خالص. ما معنى وجه؟ الوجه اللي هو نص الصفحة، يعني لحظة كده ممكن نلبس نظارة ونظرنا يروح خالص. موضوع الوجه ده اسمه وجه، تمام؟ ده اسمه وجه. طيب الحاجة اللي بعد كده، ان انا لما اجي احفظ اكون على ايه؟ على وضوء. يعني هو الوضوء من باب الادب في مع ايه؟ القرآن الكريم. ان انا يعني هبدأ اقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن المشغلات، اي حاجة بتشغلني، اي حاجة مثلا ممكن تشتت تركيزي او تشتت انتباهي ابعد عنها، استقبل القبلة قدر المستطاع، اعطي لنفسي ايه؟ رسائل ايجابية. انا ان شاء الله هقدر احفظ الوجه ده في الساعة، لا إن شاء الله أنا هقدر كمان أراجع وأبدأ أدي لنفسي رسائل إيه؟ رسائل إيجابية. ممكن نشوف أمثلة للرسائل دي. أنا قررت بإذن الله إني ألبس والدي تاج الكرامة يوم القيامة بأن أحفظ القرآن الكريم وأدخل الجنة بفضل الله وأصعد على درجات الجنة 100 بقراءتي للقرآن الكريم. ده هو قاعد فاتح المصحف او قبل ما يفتح المصحف ومتخيل بقى ايه هو الرسالة الايجابية بتاعته، متخيل ان هو كل ما بيحفظ آية او كل ما يقرأ آية بيصعد درجة من درجات الجنة. رسالة تانية، واحد بيقول لنفسه انا قررت الان ان استيقظ 4 فجرا وعزمت ان احفظ سورة الفتح مستشعرا فضل الله علي وسماعه تلاوتي وفرحه بي، مستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى يسمعه في هذه الساعة ويفرح به ويباهي به الملائكة. وقررت ان البس والدي تاج الكرامة راجيا بذلك رضا الله والجنة. رسالة ثالثة، عزمت الان من كل قلبي ان استيقظ تمام 3 فجرا لاحفظ 10 اوجه من سورة البقرة، ومستشعرا سماع الله تعالى لي في الثلث الأخير. هو موضوع الحجاب أثناء قراءة القرآن ده من باب الفتاوى، فياريت يا أستاذة سالي تبعديني عن موضوع الفتاوى ده. وإن كان العلماء بيجيزوا، بعض العلماء أو الفقهاء بيجيز أن يجوز أن تقرأ المرأة القرآن بدون حجاب، لكن من باب الأدب أن الواحد يعني يكون على وضوء، يكون مستقبل القبلة، تكون المرأة بحجابها. المفروض أن احنا دلوقتي كل واحد مننا يبدأ يكتب رسالة تتضمن قراري لحفظ القرآن الكريم، تكون رسالة إيجابية. ويا سلام لو كانت الرسالة ديت متعلقة قدامي في مكان ظاهر كده، بحيث ان انا كل ما انا رايحة او جاية
أشوف الرسالة ديت، فتبدأ تزداد رغبتي أكتر في حفظ القرآن وتشويقي لحفظ القرآن. التاء الثانية معانا وهي التخيل. ايه موضوع التخيل؟ علشان انا احقق اي نتيجة او احقق اي انجاز في حياتي لازم اتخيل النهاية اللي انا هوصل ليها ان شاء الله. لما ابدأ اتخيل النهاية وابدأ اتخيل ان انا حققت فعلا الهدف، هلاقي ان انا شغال في تحقيق الهدف، او ان انا وانا بحفظ انا عندي دقة ملاحظة اكثر. انا باخد بالي من التشكيل، باخد بالي من رسم الايات، باخد بالي ان الوجه ده بدأ بالاية دي وبينتهي بهذه الاية. إيه اني انا هبدأ هيحصل عندي ايه ابداع اكثر. إيه هبدأ اربط الايات بطريقة اكثر تشويق، وان انا مثلا هبدأ احط خريطة معينة لنفسي، ان انا هبدأ اخطط بطريقة تساعدني ان انا احفظ القرآن بسرعة. وبالتالي هيكون النتيجة الثالثة المترتبة عليه اني انا هتزداد الهمة بتاعتي اكتر، وزي ما بيقول الاستاذ عبد الله ان انا هكون مستمتع بحفظ القرآن الكريم. فالمفروض ان الواحد يبدأ في الحفظ وعينه على ايه؟ عينه على النهاية. انا متخيلة اني انا دلوقتي ببدأ لسه بحفظ في اول سورة البقرة، بس انا متخيلة وانا بقرأ في سورة الناس وختمت القرآن كاملا، وان انا في حفظ في حفلة لتكريمي كحافظة للقرآن. سبحان الله، يعني مجرد ان انا احط الموضوع ده في دماغي وفي ذاكرتي واخليه في تخيلي، ده هيديني همة اكتر ونشاط اكتر ان انا احفظ القرآن، وان انا ما اخليش اي حاجة تمنعني عن تحقيق الهدف ده وتحقيق الحلم ده. طيب المفروض ان احنا نعمل تمرين استرخاء واتخيل الموقف ده، اكون قاعد في مكان هادئ مريح، اكون مرتدي اثناء طبعا الحفظ او قبل الحفظ ملابس مريحة تكون بعيد خالية من الأربطة والأحزمة والمشدات اللي هي ممكن يعني تعيق حركة التنفس. أتوكل على الله، والبدء بجملة بسم الله الرحمن الرحيم. أغمض العينين وأردد اسم الجلالة حسب ما أرغب من العدد. ألاحظ التنفس أثناء التخيل، آخذ نفس عميق بحيث ان انا املأ الرئتين بالهواء الغني بالاكسجين واحتفظ بيه فترة وجيزة. بعد كده اخرج الهواء ده من الفم زي اللي بينفخ بالونة، واكرر الموضوع ده حسب الحاجة. البدء بالاستغفار جميل، ان انا استغفر الله تبارك وتعالى. بعد كده في الختام التمرين اتخيل نفسي وانا بانعم بنعمة حفظ القرآن، وان انا بتلوه، وان انا مع السفرة الكرام البررة. التاء الثالثة من التاءات العشر هي التسخين. ايه موضوع التسخين؟ اشوق دماغي. انا معايا حلم كبير عايز احققه، فالدماغ تبدأ ايه الخلايا تنشط، تبدأ عضلات المخ تبقى نشيطة. احنا محتاجين قبل ما نحفظ عملية تسخين من 6 لـ 8 دقايق. انتوا متخيلين معايا؟ هل ممكن لو حد معاه كده ايه عربية سيارة، ممكن اول ما يحط فيها المفتاح كده يدور الموتور ويطلع بيها على طول، ولا لازم يعمل لها ايه الاول؟ يعمل ايه للعربية الاول؟ بيسخن العربية، مينفعش يطلع بيها العربية على طول، ده ممكن العربية تيجي تقف منه في النص، مش كده؟ صح، هتقطع اهي جويرية. لعيب الكورة يا استاذ رشا، جزاك الله خيرا. عمركم شفتوا لاعب كورة بينزل على طول كده من على الملعب على طول يلعب الكورة، ولا لازم يعمل أول تمرين بقى العضلات ويقعد يتنطنط كده شوية؟
ليه بقى ده كله؟ ده بيعمل تسخين. فإذا كان في الأمور دي احنا بنعمل تسخين، فما بالكم بقى إذا كان التسخين ده لخلايا الدماغ وعضلات الدماغ، وإن احنا بنسخن عشان هدف سامي ونبيل وهو حفظ القرآن الكريم. محتاجين بس ايه، 5 6 أو 8 دقايق. طب ممكن أسخن بإيه كمان؟ إن أنا أحفظ، أراجع جزء من الحفظ الماضي آيات كده، بحيث إن أنا أبدأ أسخن دماغي وأعمل لها عملية إحماء وتنشيط، وأكرر، أو ممكن أنا أكرر الآيات الجديدة بصوت إيه، بصوت مرتفع. ده هيعمل إيه؟ تشويق أكثر لحفظ القرآن الكريم. التاء الرابعة، حد بيعد معايا؟ وهي التركيز. ايه موضوع التركيز؟ القاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان الطاقة تتناسب طرديا مع مقدار التركيز والانتباه. كل ما كان تركيزي عالي، انتباهي قوي، بيحصل ايه؟ الطاقة بتاعتي بتزيد. حتى لو انا كنت منهك ومجهد جدا، هلاقي طاقتي بتزيد، هلاقي همتي بتزيد، هلاقي عندي قدرة أكبر إن أنا أنتج وأبدع وأحفظ. الإبداع والإنتاج والحفظ بيجي من فين؟ كل ما أنا ركزت انتباهي، كل ما أنا حبيت القرآن أكثر، كل ما كان إيه؟ الطاقة بتاعتي بتزيد. ودي أكيد كلنا جربناه. طيب علشان احفز نفسي على التركيز لازم اعمل ايه؟ في 5 امور عندي. اول حاجة ابدأ العمل مباشرة، ما اعملش تسويف بقى. انا دلوقتي مسخن العربية وبعد ما سخنتها هوب رحت قفلتها، ما ينفعش. طالما انا سخنتها يبقى لازم ايه؟ اطلع بيها بقى خلاص. يبقى لازم اعمل ايه؟ ابدأ العمل مباشرة. طيب الحاجة التانية أو النقطة التانية، حدد وقت البداية ووقت النهاية لكل عمل. أنا مثلا قررت أن أنا أحفظ أول 20 آية من سورة البقرة الساعة 4 الفجر، تمام. أنا حددت كده الوقت وحددت المهمة اللي أنا هبدأ أعملها. بس في النقطة التالتة لازم أعمل إيه؟ أقسم المهمة ديت. أنا هحفظ مثلا الأول 5 آيات الأول، بعد كده أحفظ الآيتين اللي بعدهم، بعد كده أكمل 20 آية. يبقى كده أنا عملت إيه؟ عملت تقسيم. أو ده لو تقسيم إيه؟ لمهمة واحدة أو في مرة واحدة. طب لو أنا مثلا عايز أعمل خطة للقرآن ككل، أو أنا قررت إن أنا أحفظ القرآن مثلا في 10 شهور، أو قررت إن أنا أحفظ القرآن مثلا في 2 سنين أو في 5، كل واحد حسب طاقته. المفروض إن أنا مقولش كده وأسيب الموضوع عايم، لأ، أحدد مثلا أنا في الشهر ده، الشهر الأول هحفظ الآيات كذا، وابدأ أقسم لكل يوم أنا هحفظ ايه بالظبط كده. كل ما أنا كل ما تكون الخطة بتاعتي متقسمة وواضحة، كل ده بيزود ايه؟ التركيز. طيب النقطة الرابعة بيقولي إذا كان العمل رتيبا ومملا فبنعمل ايه؟ نحاول نجدد في طريقة التنفيذ. أنا كل يوم بقعد في نفس المكان وبقعد في قدامي نفس المناظر ونفس الهيئة اللي أنا عليها، فحصل عندي إيه؟ رتابة وملل، وتلاقي بعد شوية الواحد إيه؟ بيسيب المصحف، لأ أنا ماليش مزاج أحفظ النهاردة. مش بتحصل؟ لأ، أنا عندي خطة، ده أنا لازم أوفي بالخطة اللي أنا عاملها. يبقى أعمل إيه؟ أبدأ أجدد في طريقة إيه؟ في طريقة التنفيذ. ممكن مثلا أروح أوضة تانية، ممكن أغير الجلسة بتاعتي. لو أنا جلسة مثلا على مكتب، ممكن أقعد مثلا على كرسي آخر، وهكذا. النقطة الخامسة ان انا افكر في الفوائد والمنافع التي تعود علي عند تنفيذ المهمة دي في وقتها. انا محدد النهاردة مثلا هحفظ اول 20 آية من سورة البقرة. طب لو انا حددتها، لو انا يعني حفظت مثلا الايات دول، ايه بقى المنافع والفوائد اللي انا هتعود علي؟ ده انا كده هبقى ماشي في الخطة مظبوط. ده انا كده مش هأجل العمل بتاعي. ده انا كده هستمر في الخطة بتاعتي وتبقى ماشية مظبوطة. مش هاجي الاقي نفسي مثلا حصل عندي دروب في النص كده والخطة بتاعتي باظت.
طيب قلنا يعني الكلام احنا اتكلمنا عنه، بس ده هيكون بطريقة مفصلة اكتر ومتركزة اكتر. علشان اركز على مشروع حفظ القرآن لازم احدد وقت البداية والنهاية، انا هبدأ امتى وهنتهي امتى، الساعة بتاعتي اللي انا هخصصها، هقسم المهمة او العمل الى اجزاء. النقطة الثالثة ان انا افكر في الفوائد والمنافع اللي هتعود عليا. النقطة الرابعة احدد ايه اللي انا هستفيده من حفظ القرآن الكريم. اخر حاجة، ماذا ستخسر ان لم تحفظ القرآن؟ اكيد هنخسر حاجات كتير جدا اذا لم نحفظ القرآن. طيب ازاي انا ممكن اركز وانا بحفظ في القرآن؟ ما هو ممكن صحيح الواحد يكون دماغه شغالة وبيحفظ، بس ممكن تكون عينه مثلا بتبص هنا او بتبص هنا. علشان انا احقق القيمة العالية من التركيز اثناء حفظ القرآن، اول حاجة لازم اركز على ايه؟ رسم المصحف، ابص في الايات، شكل الكلمات، السطور، الايات بتبدأ فين وتنتهي فين، الصفحات بتاعة القرآن، الاربع والاجزاء دي بيبدأ بايه وبينتهي بايه، الجزء الاول مثلا بيبدأ بايه والجزء الثاني وهكذا. اركز على احاسيسي ومشاعري، ما خليش احاسيس سلبية تيجي لي وانا بحفظ. اخر حاجة ان انا لما اكون بحفظ علشان التركيز يكون عالي، احسن وضع للمصحف ان انا ارفعه الناحية اليسرى من العين، يبقى في الجهة اليسرى العليا من العين. استشعر بالايات اكيد طبعا يا استاذة رشا. التاء الكم معانا دلوقت؟ حد بيحسب؟ التاء الخامسة وهي التنفس. ايه موضوع التنفس؟ في الاحوال الاعتيادية بتاعتنا احنا بنستعمل حوالي 30% الى 40% من الرئتين في التنفس بس، والباقي مش بنستخدمه او مش بنستعمله في التنفس. طيب هو التنفس مهم في ايه؟ التنفس بيفيد في الانتقال من فكرة الى فكرة اخرى. تعالوا مع بعض نشوف القاعدة بتقول ازاي. اكيد الاكسجين بيعمل ايه؟ الدم بيكون فيه الاكسجين، الاكسجين بياتي للمخ عن طريق التنفس، التنفس بيتم فيه حرق للمواد الغذائية، المواد الغذائية تدخل على خلايا المخ تعمل تنشيط بتغذي خلايا المخ، وكل ما كانت خلايا المخ فيها غذاء ده بيساعد على انها تكون ايه نشيطة اكتر وفي حالة تركيز عالية جدا. اكيد طبعا برضو موضوع الماء بيزيد من تنشيط الخلايا لانه بيغذي خلايا المخ. طيب ازاي ممكن نستفيد من التنفس في حفظ القرآن؟ ليه احنا بنتنفس اثناء حفظ القرآن؟ زي ما احنا قلنا الدماغ بتعمل بفاعلية كبيرة لان الخلايا بتاعت المخ بتكون متغذية، ولما بتكون متغذية احنا حتى عارفين يعني الانسان لا هو ملوش علاقة بالاكسجين يا استاذة جويرية، بس له علاقة بغذاء خلايا المخ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فخلايا المخ دي خلايا حية فهي محتاجة لايه؟ محتاجة للمية. فكل ما كان الدم اللي بيوصل ليه خلايا المخ ممتلئ بالأكسجين اللي هو محمل بالمواد الغذائية ومحمل بالماء، كل ده بيساعد على تغذية خلايا المخ وبالتالي بيساعد على نشاطها وبالتالي بيساعد على زيادة التركيز. التاء السادسة وهي التنغيم. كان حد سألني عن موضوع التنغيم، ايه هو التنغيم؟ اللي هو الترتيل، اني انا اقرأ الايات القرآن بطريقة مرتلة بصوت عذب بصوت جميل، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتغني بالقرآن. طبعا من
من أفضل الأمور اللي بتساعد على تنغيم القرآن وترتيله هي إيه؟ هي التجويد، وتصحيح التلاوة مقدم على الحفظ. إحنا مأمورين بقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، لأن إحنا إيه؟ نقرأ القرآن بالترتيل، بالتنغيم، بالتجويد. فالمفروض إن أنا كحد أدنى يكون عندي إيه؟ يكون عندي معرفة أو تطبيق على مخارج الحروف: غنة، إدغام، مد. لأن إحنا لو تركنا القواعد ديت بيحصل إيه؟ بيحصل لحن جلي في قراءة القرآن. التاء السابعة وهي الترابط. إيه موضوع الترابط؟ إن أنا أربط الآيات مع بعضها. يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. طبعا الربط ما بين الآيات كتير، بإننا بنقابل آيات فيها بتكون متشابهات، وده من إعجاز القرآن الكريم في مفردات. مثلا ناخد قول الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذه الآية ذكرت في حق بنو إسرائيل، حتى آخر الآية يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. فلا، إن هنا جاءت النبيين جمع، لكن في سورة آل عمران: ويقتلون الأنبياء. فناخد بالنا من موضوع زي كده. مثلا قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، في سورة البقرة جاءت في المائدة وفي الأنعام وفي النحل: وما أهل لغير الله به، بخلاف مع سورة البقرة. طيب موضوع المتشابهات ازاي انا اضبطها اثناء الحفظ؟ في كتب كتير بتتكلم عن متشابهات القرآن. في كتاب للشيخ الزواوي دليل الحفاظ، في متشابه الألفاظ، في كتاب فتح الرحمن في كشف ما يلتبس من القرآن، في كتاب منظومة هداية المراتب وغاية الحفاظ والطلاب. في كتب كثيرة تتكلم عن المتشابهات وكيفية ضبطها. مثلا ناخد مثال للمتشابهات في سورة آل عمران، كثير ناس بتتلخبط فيها. يقول الله تبارك وتعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي قصة السيدة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فبالله مع سيدنا زكريا جاء الفعل يفعل، وفي قصة السيدة مريم جاءت يخلق. في ناس كتير بتخلط ما بين الفعلين وبتخطأ فيهم، لكن احنا لو فهمنا معنى الآيات أو فهمنا القصة كانت بتتكلم عن إيه، هنلاقي إن سيدنا زكريا كان زوج موجود متزوج من امرأة، لكن كانت المشكلة عندهم هو كبر السن، يعني متوفرة الأسباب ولكن كبر السن هو اللي بيمنع الموضوع، فعشان كده جاء الفعل إيه؟ يفعل ما يشاء. لكن في قصة السيدة مريم كانت امرأة بلا زوج، فهنا الموضوع محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى خلق، عشان كده جاء الفعل يخلق ما يشاء. وبالتالي أنا ممكن أثبت الـ 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 الآيات وأخرج من اللبس في المتشابهات بإن أنا أفهم معنى الآيات أو محور القصتين. مثال تاني وبرضه من الأمثلة اللي إحنا بنتلخبط فيها من المتشابهات، اللي هو تقديم اللهو على اللعب وتأخير اللهو عن اللعب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لكن في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فبالله في سورة الأعراف تقدم اللهو على اللعب، لكن في سورة العنكبوت تقدم له على مين؟ على اللاعب أيضا. في أحد العلماء ضبط هذا الموضوع
وقدم اللهو على اللاعب فيه الأعراف قل والعنكبوت يرضى فيه. يعني موضوع تقديم اللهو على اللاعب لم يأتي إلا في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، بعد كده في موضوع أخذتهم الصيحة وأخذتهم الرجفة، فالصيحة هنا فيها ياء تأتي مع إيه؟ مع ديارهم، فأخذتهم الصيحة. هنأتي نلاقي نعم في كتب كتيرة أنا اتكلمت عنها يا أستاذة يسرى. الرجفة بتأتي مع الدار والصيحة تأتي مع الديار، طبعا ده في وقوع العذاب. النقطة الثالثة إن أنا أفهم المعاني وأتأملها، أفهم سياق إن شاء الله قريبا يا أستاذة ولاء، سياق اللي بتتحدث عنه السورة، زي ما احنا قلنا مثلا سورة البقرة بتتحدث عن محور رئيسي وهو تحقيق العبودية لله، وجاءت أمثلة كثيرة في هذه السورة، ده اللي فهم وفهم أحداث هذه القصص. سورة يوسف كسورة بتتكلم عن قصة لأحد الأنبياء وهو سيدنا يوسف عليه السلام، فيها مراحل حياة نبي الله يوسف عليه السلام. برضو في بداية سورة البقرة زي ما احنا عرضناها من شوية. آخر حاجة الربط العام، إن أنا أربط الآيات بطريقة الحفظ وطريقة وأربط الصور والأجزاء، وأعرف ترتيب الصور وترتيب الأجزاء ومطالعها، بداية كل سورة إيه. اللهم آمين وإياكم. بعد كده عندي تكرار، التكرار مهم جدا لأنه بيحمي الحفظ من التفلت والفرار، علشان أنا فعلا الحفظ بتاعي يثبت لازم من إيه؟ من التكرار الحفظ. طيب التكرار هنا إيه بمعنيين، يا إما إن أنا أمرر المحفوظ على القلب سرا، إن أنا يعني أبدأ أراجع اللي أنا حفظته كده سرا، او ان انا ايه اكرره بصوت وبطريقه ايه بطريقه مرتفعه، وده طبعا بيتم يوميا. في نظريه بتقول ايه، اذا حفظت حفظا، لو انا حفظت شيئا من القران، الحفظ ده بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في ملفات مؤقته، بعد ذلك ينزل الى الملفات الثابته في اليوم الثاني او الثالث، اللي هي بينتقل من الذاكره قصيره المدى او الذاكره المؤقته الى الذاكره طويله المدى. وطالما دخل في الذاكرة طويلة المدى يبقى كده ايه، ان شاء الله القرآن ثبت. بعد كده هنتكلم عن التاء، اللي هي التثبيت والمراجعة، موضوع مهم جدا كركن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. القرآن شديد التفلت، لو أنا ما تعهدتش القرآن وقعدت أحط لنفسي ورد للمراجعة كما أضع لنفسي ورد للحفظ، هلاقي إن القرآن بيتقصى وبيتفلت مني. في طرق كتير للمراجعة، طريقة التسبيع جمعها العلماء في قول فمي بشوق، فمي بشوق، ايه فمي بشوق؟ فمي بشوق ان انا مثلا هبدأ من الفاتحة الى المائدة، يبقى الفاء الاولانية الفاتحة، الفاء الثانية المائدة، يبقى كده أدي أول يوم من الأيام السبعة من الفاتحة للمائدة. بعد كده اليوم الثاني من المائدة إلى يونس، اليوم الثالث من يونس إلى
سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، بعد كده اليوم الرابع من سورة الإسراء إلى سورة الشعراء، بعدين الخامس من الشعراء، إلى سورة إذا عذرا الصوت اتقطع، معلش حاضر، الصوت كده موجود؟ تمام. هي بقسمها العلماء في هذا البيت المكتوب: بكر عقود يونس، من الفاتحة إلى المائدة، عقود اللي هي المقصود بها سورة المائدة، عقود يونس من المائدة إلى سورة يونس، سبحانه من يونس إلى سورة الإسراء، سبحانه الشعراء كده من سورة الإسراء إلى سورة الشعراء، الشعراء يقطين هي سورة والصافات، بعد كده يقطين قاف وهي من سورة والصفات إلى سورة قاف، وبعد كده من قاف إلى سورة الناس، كده ختام. حاضر، كده ختام إيه؟ ختام المصحف كده في 7 أيام. دي أول طريقة من طرق المراجعة: بكر عقود يونس، سبحانه الشعراء يقطين قاف بان ده أول طريقة من طرق المراجعة. الطريقة الثانية قراءة جزء يوميا، إن أنا هخلي معايا يوميا الورد بتاعي في المراجعة جزء. بعد كده الطريقة الثالثة اللي هي الحزب الراتب، إن أنا ممكن أخصص مثلا حزب أو أخصص مثلا صورة على حسب ما أنا أخصص لنفسي حسب قدرتي. آخر تاء في التاءات العشر وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لغاية لما يظهر الباوربوينت، عندي قواعد مهمة جدا في التوكل: استعن بالله ولا تعجز. ربنا سبحانه وتعالى الذي دلك وهداك إلى حفظ القرآن، لن يتركك ولن يضيعك، فاستعن بالله ولا تعجز. كرر قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
القرآن يسره الله تبارك وتعالى على عباده. ذكر نفسك فإذا عزمت كده كويس يا جماعة. مش عارفة في كل شوية ران، يعني كل شوية بيضعف. التاء العاشرة في التاءات فوق هي نفس قصة اللي احنا قلناه بنفس التقسيمة. ما هي بشوق بتشرحها اللي احنا قلناه من على المائدة. فالفاتحة ميم المائدة تمام. ننتقل إلى آخر التاءات العشر وهي التوكل على الله. دايما نستعين بالله سبحانه تعالى. الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى حفظ ربنا، نستعين بالله. نردد قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من كل ما تمر. الصوت كويس يا جماعة؟ كويس. الصوت كويس دلوقتي تمام الحمد لله. بس هو النت كل شوية بيضعف. احنا عموما قربنا نخلص يعني. برضو نذكر فإذا عزمت فتوكل على الله. طالما ان انا عندي العزيمة وعندي الخط طريقة، يبقى اتوكل على الله. يكون عندي قدرة ثراتي وعقل ان الله ربنا سبحانه خلق لينا المخ، مخ الفص الايمن والفص الايسر. درسوا لما درسوا سبحان الله الفص الأيسر الأيمن من المخ في عملية والإبداع ورسم الصور. الفص الأيسر بيساعد على الترابط ما بين الأفكار. اخر حاجة ان انا اترك التأجيل. في الختام احنا قلنا عايزين نحط خطة للقرآن. كل واحد هيحط خطة حسب قدراته. الصوت
موجود يا جماعة حاجة. صوت كويس يا جماعة. بس يرد عليا عشان طيب تمام. بس عايزين من ال احنا سمعنا كلامك نستفيد ونضع عيننا على حفظ القرآن الكريم. كل اللي يعني العلماء اكتشف من خلال الدراسة بتاعتهم ان الفصين فص ايمن فص ايسر. الفص الايمن بيبقى مسؤول عن التخيل والصور التخيلية. الفص الأيسر بيكون مسؤول عن الربط ما بين هذه الصور، فلما يحصل تناغم وتفاعل ما بين الفصين الأيمن والأيسر يحدث الإبداع في الحفظ وفي توصيل المعلومات أكثر. طب هو الصوت واضح فكمل ولا لا؟ كويس؟ طيب تمام. يعني العلماء خطط لحفظ القرآن خطط كتير، كل واحد ممكن يشوف الطريقة اللي ممكن تكون متناسبة مع قدراته مع ظروفه مع وضعه. يعني كل واحد برضو مش هيبدأ، قلنا لازم نبدأ بداية سليمة. فأنا لو حفظت كل يوم آية واحدة يبقى أنا المفروض هختم القرآن في 17 سنة و7 أشهر و9 أيام. ده لو أنا حفظت كل يوم آية واحدة. لو حفظت كل يوم آيتين هختم القرآن بإذن الله في 8 سنوات و9 أشهر و18 يوم. لو انا حفظت كل يوم 3 ايات هختم القرآن في 5 سنوات و10 اشهر و13 يوم. لو 4 ايات يبقى في 4 سنوات او و4 شهور و24 يوم. لو كل يوم 5 ايات جاي دورها ان شاء الله. لو كل يوم 5 ايات يبقى هختم ان شاء الله القرآن في 3 سنوات و6 اشهر و7 ايام. لو كل يوم 6 آيات يبقى هختم القرآن في 2 سنين و11 شهر و4 أيام. لو كل يوم 7 آيات هختم القرآن في 2 سنين و6 أشهر و3 أيام. لو كل يوم 8 آيات هختم القرآن في 2 سنين و2 شهر و12 يوم. لو كل يوم 10 آيات سنة لكل وجه يبقى هختم في 6 و8 أشهر. لو كل يوم وجهين يبقى في 10 أشهر. لو كل يوم 3 أوجه يبقى في 6 أشهر و20 يوم. لو 4 أوجه كل يوم يبقى في 5 أشهر. لو 5 أوجه كل يوم يبقى في 4 أشهر. لو 6 أوجه كل يوم يبقى في 3 أشهر و10 أيام. لو 7 أوجه كل يوم يبقى 2 شهر و25 يوم. لو 8 أوجه كل يوم يبقى في 2 شهر و15 يوم. لو أنا في كل يوم حفظت 10 أوجه يبقى هختم القرآن في 2 شهر. ربنا يفتح علينا جميعا بإذن الله. طيب ناخد كده
كتطبيق على الكلام اللي احنا شرحناه. نعم أكيد يا أستاذة أميمة، موضوع التثبيت احنا اتكلمنا عليه، وده قلنا شيء مهم جدا في موضوع الحفظ. ما ينفعش ان انا احفظ واجري يبقى كده بعد شوية كأني ما حفظتش حاجة. إيه لو احنا اخدنا كده مثال، ده في طريقة تعلمتها عن معلمتي الأستاذة فد، هي طريقة ميس الريم لتحفيظ القرآن. بتعتمد الطريقة دي ما بين الآيات حفظي المتشابهات، الكلمات المتشابهة هبدأ أحط لها مربع كده باللون الأصفر الفسفوري، يعني مثلا أدي وجه في سورة المؤمنون، هلاقي إيه والذين هم هل هم كلهم إيه شبيهين. اسم الطريقة طريقة ميس الريم أستاذة فادية، هي أخدت دورة عليها في الطريقة دي واستفيد بيها ورحبت جدا. رحبت ان انا عال شجعتني وقالت لي يعني يا ريت، انا اتمنى ان العلم اللي احنا وصلنا ليه ينتشر ما بين الناس وان الناس كلها تحفظ القرآن. طيب يعني كده مثال في الاول، قلنا ادي موضوع الدورة ده ان شاء الله يعني هنبقى نتكلم فيه، بس يا ريت بس نركز في الاول. هنا مثلا لما جه الايات، يعني مثلا هلاقي ايه الذين هم من غير الواو، فهنا رحنا علمناها بالقلم الرصاص عشان هي ايه مختلفة يعني شوية. فهنا ايه والذين هم طيب مثلا انا عايزة اربط ما بين الايات او بكلمة، هلاقي مثلا ايه هنا عندي خالدون، فيها لام وفيها واو، في عندي بعدها خلقنا فيها اللام برضو، يبقى كده انا ممكن ايه اربط ما بين الايتين، هنا اخرها هنا فيها لام وهنا فيها لام. هنا مثلا كمثال تاني، طبعا الموضوع ده بنعمله باللون الاحمر الروابط دي، في قرار مكين، انا عندي كلمة مكين بدأت بحرف الميم، جات الآية اللي بعدها ايه ثم برضو بدأت بحرف الميم. طيب لو انا مثلا عايزة اشوف روابط جوه الآية نفسها بتلخبط فيها، يعني مثلا زي الآية دي الآية 14، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المعلمة ربطتها لنا بطريقة جميلة جدا. ايه هي الطريقة؟ نعم، ان انا اخدت اول حرف من كل كلمة النطفة للنون. تمام يا استاذة عاشقة، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه طريقة ذهنية، يعني في ناس ما تعرفش يعني ايه نطفة، ما تعرفش يعني ايه علقة. تمام، فانا رحت مثلا ربطتها الاول، ادي كلمة نطفة بدأت بحرف النون، بعد كده العين كده نون كده مضغة ميم، يبقى نعم نون عين ميم مضغة. طالما انا حفظتها بالشكل ده ان شاء الله ما هنساها كده، انا ربطت ما بينها. طب لو من الافعال هنلاقي ايه خلقنا فخلقنا فخلقنا خلقا الخالقين، كل الافعال دول موجودين. في عندي عظام العظام، فنشوف هنا ناخد بالنا منهم وحطينا تحتهم قلم بالقلم الرصاص خط.
إيه طيب إيه كمان إيه لو أنا جيت أشوف صفات المؤمنون اللي هي إيه المؤمنون لو والنبي اللون الأحمر ليه؟ عشان دي هي اسم السورة. اسم السورة إيه لو والنبي اللون الأحمر. فاحنا لو جينا للآية اللي بعدها إيه؟ والذين هم أول صفة في صلاتهم خاشعون، فاحنا عملنا فوقها رقم واحد. والذين هم عن اللغو معرضون عملناها رقم اتنين. الذين هم للزكاة فاعلون رقم تلاتة. لفروجهم حافظون أربعة. هنا في عندي استثناء، فروحت مديت كده ايه خط ما بين حافظون إلا على مين ومين؟ أزواجهم، أدي واحد اتنين، وما ملك أو ما ملكت أيمانهم. يبقى كده أنا ايه بعمل ربط ما بين ايه الايات، واخدت البالي برضو من المتشابهات اللي يبقى كده باذن الله مش هيضيع اثبت معايا الحفظ بتاعي، هبدا احفظ بطريقه اسرع. وفي نفس الوقت انا سبحان الله ربنا اعطاني عينين، العينين دول عاملين زي الكاميرا. انا لما ببدا اعمل خريطه بالمنظر ده العينين بتصور لي صوره الوجه اللي انا عملته، وبتبدا تحفظ الصوره ديت في المخ، وبالتالي بيكون تثبيتها واسترجاعها فيما بعد أيسر إن شاء الله. في ختام الحلقة، أتمنى فعلا إن أنا أكون أفدتكم ولو بشيء قليل. الحلقة مسجلة، موضوع بأي صورة سنبدأ. أنا بعطي محاضرة لكيفية الحفظ وليس محاضرة تحفيظ. إن شاء الله دورات التحفيظ هتنزل على موقع الأكاديمية أو على صفحة الأكاديمية على الفيسبوك، يا ريت بس الدعم يحط اللينكات. جزانا وإياكم. موضوع أحفظ القرآن من الأول البقرة ولا من الآخر؟ الموضوع ده يا أستاذة مها يعني ده بيرجع ليكي أنت، سواء أنا بدأت من البقرة سواء بدأت من الناس، في الحالتين أنا ماشية صح. ليه؟ لان انا لو حفظت من الاول فانا كده حفظت الصور الكبيرة اللي لقيتها كبيرة، يبقى ده هيديني دافع اكتر اني انا ايه استمر. هقول لنفسي اه انا حفظت صور كبيرة، صورة البقرة وصورة آل عمران، يبقى في الحالة ديت انا هيحصل عندي ايه، هيحصل عندي دافع اكبر. طيب لو وبالتالي هيدفعني ان انا ايه اكمل مشواري في الحفظ. طب بالعكس، لو انا بدأت مثلا من صورة الناس من الصور القصيرة، هلاقي نفسي مثلا ايه حفظت الاجزاء اللي هي قصار الصور، حفظت مثلا جزء او جزئين، ده برضو هيديني ايه دافع كده ايه ان انا بقيت احفظ بسرعة الايات سهلة، هيشجعني اكتر. فسواء حفظت من هنا او حفظت من هنا فان شاء الله الحفظ او الطريقة سليمة. المهم ان انا يكون حفظي مترابط مع بعضه ان شاء الله. تمام يا أستاذة عاشقة، ربنا يبارك فيكي. موضوع الحجاب حفظ تمام، حضرتك ما تحفظيناش. والله إن شاء الله ربنا ييسر يا أستاذة ولاء، لسه بنشوف الموضوع. دورة ميس الريم، يعني أنا حصلت عليها من معلمتي أستاذة فادية في جمعية تحفيظ القرآن العالمية. الحمد لله بفضل الله ختمت القرآن. أستاذة رشا، أي سؤال تاني يا جماعة؟ يعني هي الآية صريحة يا أستاذة عاشقة الفردوس، واتقوا الله ويعلمكم الله كل ما كنت أنا بعمل بطاعة الله. وفي
تقوى الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يوفقني أكثر إلى طاعته. إن شاء الله حلقات التحفيظ، يعني أنا يا جماعة مجرد إن أنا فتحت الباب موضوع إن هتحفظ مع أي حد، أنا اديتكم الطريقة، اديتكم إزاي إن احنا نخطط لنفسنا، اديتكم إزاي إن نتخلص من العوائق، إزاي نتخلص من الناس السلبيين. كون إن أنا هحفظ أو غيري هيحفظ، فأنا أتمنى فعلا إن أنا أكون حطيت أساس وقواعد ثابتة عند الجميع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بيها. والله موضوع إن أنا أحفظكم ده موضوع سابق لأوانه، لسه يعني نقول ربنا ييسر إن شاء الله. ما أقدرش فعلا يعني أقول فيه يعني أو أقطع فيه بأمر ما. أتمنى لو في أي حاجة مش واضحة في المحاضرة أو في أي نقطة ممكن أوضحها. بالظبط، على النت دورة ميس الريم. على فكرة أستاذة فادية أردنية لها 13 سنة بتعمل في تحفيظ القرآن، وهي طبقت الطريقة ديت أول ما طبقتها على نفسها وطبقتها على الطالبات عندها في المركز لآلي الجنان، وجابت نتيجة فعالة جدا في الحفظ. الحلقة نختم كده الحلقة بتاعتنا بالدعاء إن شاء الله. اللهم إنا عبيدك بني عبيد بنو عبيد بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله شاهدا لنا واجعله شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك إلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن أتبعه القرآن فزج به في النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعلنا أهلا لحمل القرآن وتعليمه لخلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.